ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. من أكتر الموضوعات اللي شغلت السوشيال ميديا الأسبوع ده كان طبعاً قصة هجوم سمكة القرش على السائح الروسي في الغردقة. والحقيقة أنه بالرغم من أهمية القصة إلا أن احنا شفنا السوشيال ميديا مهتمة بتفاصيل جوه القصة بشكل عجيب جداً، وشفنا كمية من الفتاوي والنصايح الغريبة، زي مثلاً تعمل إيه لو هجمتك سمكة قرش ومفروض تتصرف إزاي في الموقف ده، وشفنا كمية كلام ونصايح كتير قوي من ناس كتير واللي قالوا حاجات شافها البعض مننا إنها مش منطقية بالمرة. كمان شفنا أسئلة كتير عن نوع القرش وعن أنواع أسماك القرش اللي بتعيش في مصر، ولأن الموضوع محتاج حد متخصص يكلمنا فيه ويقول لنا معلومات حقيقية ويوضح لنا الصح من الغلط، هيكون معنا دلوقتي مداخلة من دكتور عادل علي أحمد، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد. إزاي حضرتك يا دكتور عادل؟ أهلا يا أستاذ ريهام، أهلا وسهلا. في البداية عايز أعرف من حضرتك رأيك في الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا عن التعامل مع هجوم سمكة القرش. والله شوفي، السوشيال ميديا للأسف يعني خدت الموضوع بموضوع مزاح. أنا بتعامل مع بحر مفتوح، أتوقع طبيعي إن أنا لازم ألاقي فيه قروش، في حيتان، في أسماك، في دلافين، ده بحر مفتوح. طيب هل أنا في مشكلة عندي؟ أنا ما أظنش في مشكلة، ودايماً لما بقول ما فيش مشكلة مش عشان أنا بقلل من الموقف، لا، أنا بقارن نفسي بالعالم. أنا لما أكون أنا عندي جنوب أفريقيا ودي دولة سياحية زي وعلى البحر وفي نفس القارة، عدد حالات هجوم القرش أكثر من 260 حالة. أما ألاقي دولة زي أمريكا أكثر من 1600 حالة. دولة زي أستراليا عدت ال 650 حالة، أكثر من نصهم ماتوا. أنا عدد الحالات الهجوم اللي عندي 22، 7 حالات توفوا. معنى كده إن أنا بتكلم إن أنا عندي حالات عالمياً لا تماثل 1%. يعني أنا مش بقلل ومش ببسط الموضوع، لكن الموضوع ما يخوفش. السوشيال ميديا هي اللي زودت الموضوع، لكن ده عادي، خصوصا ان احنا شفنا الفيديوهات طبعا، فده اكيد خوف الناس كلها. ايوه، ما هو ليه بقى؟ احنا دايما نقول اللي بينزلوا البحر خلي بالك، ما تنزلش بعيد عن الافواج، ما تنزلش لوحدك، ما تبعدش عن المجموعه، لانه انت هتبقى لوحدك مش عارف تتصرف ازاي. انت متخيله حضرتك لما انا الاقي سمكه قرش، انا لقيت مثلا في السوشيال ميديا يقول اديله بوكس في عينه، مش عارف اقلبه، اقلب ايه؟ ده انا رجلي مش على الارض اصلا، انا عايم في قلب ميه، هقدر اقلب كائن فوق ال 100 كيلو؟ مستحيل طبعا. لكن انا عندي مجموعه حاجات لازم اخلي بالي منها. اسماك القرش حاسه الشم عندها عاليه جدا، وبالتالي انا لما اجي انزل البحر بقدر ما استطيع ما استخدمش مواد لها رائحه نفاذه، البرفانات، الكريمات، وهكذا يعني. رقم اثنين، ان اسماك القرش لها غده تحت الانف، الغده دي بتصدر موجات صوتيه، موجات كهرومغناطيسيه، وبالتالي بتحس باي حاجات معدنيه او اي اجسام حواليها. ملبسي حاجات معدنيه، الدبله، السلسله، الحاجات دي. رقم ثلاثه، ملبسي الوان كونتراست، الوان زي الحاجات الفسفوريه، الحاجات اللامعه، الحاجات اللي هي بتدي لون ظاهر شديد تشوفه القرش. وفي نفس الوقت ما القرش هاجم عليا او اقترب مني، ما اعملش حركات بهلوانيه في المنطقه، لان هو هيحس ان انا كان انا بهجم عليه. يعني عفوا في الكلام، انا لما كنت ماشي في الشارع وجنبي كلب، لو شفته جريت هيجري ورايا. صح، انا اهدى خالص، اهدى واحاول بقدر الامكان ابعد عنه، اخد حركه عكسيه لورا، ما اهزش الميه واعمل ثوره في المكان. هو طبعا ده بيبقى برضو يا دكتور يعني رد فعل طبيعي ان الواحد خايف، فبيبقى صعب جدا ان الواحد يتحكم في مشاعره وحركاته لما يشوف قرش معاه في الميه. يعني انا متوقع ده، وطبيعي انا بتعامل مع قرش مش بتعامل مع سمك. بالظبط. لكن لازم اخلي بالي ان انا ما بعدش دايما على الشط، ما بعدش عن اي، لازم يبقى حد معايا، ما بقاش نازل لوحدي وابعد عن المكان، وخصوصا لما اكون نازل شط انا ما اعرفوش، لازم بعرف طبيعه الشط. هل فعلا ممكن سمكه القرش ما تهاجمش الانسان، ولا لازم لو شافته هتحاول تهاجمه؟ شوفي، اي كائنات مفترسه بتهاجم في ثلاث حالات، حاله من ثلاثه، اما ان هي اخطات في تعريف الفريسه، قدامها فريسه ومش عارفه دي ايه، وخصوصا القروش نظرها ضعيف مش قوي، اخطات في التعريف، او انها جعانه جدا فعيد اللي هتشوفها تاكله، او ان انت حضرتك دخلت في المنطقه بتاعتها.
يعني الاقي سمكه القرش، هتلاقي اللي هجمت السائح الروسي هي انثى. السنه اللي فاتت كانت انثى، والحالات دي في التوقيت بتاع شهر 6 7 اللي هو في توقيت الصيف، اللي هو توقيت وضع الاجنه بتاعتها. الناس دايما رابطه ما بينها وبين موسم الحج، وده مش صحيح. موسم الحج عارفين السنه الميلاديه اكبر من السنه الهجريه ب 11 يوم، يعني الهجريه كل سنه بتقل 11 يوم. يعني معنى كده انا ممكن الاقي موسم الحج ده في الشتاء. وبالتالي الهجمات مش ثابته، مش هتبقى ثابته لو مرتبطه بالخراف مره في الشتاء مره في الصيف، لكن ده مش صحيح، دايما الهجمات بتحصل في الصيف. وده ناتج عن ايه؟ ان دايما الاناث في الاسماك القرش ثلاث انواع من الكائنات دايما بنقول، اما كان يبيض كان يولد او كان بيسموه بيوض ولود. يعني سمكه القرش من نوع البيوض الولود، يعني ايه؟ يعني البيضه بتاعتها ما تخرجهاش للخارج، تحتفظ بيها في الرحم لغايه ما تتحول لجنين، هذا الجنين مالوش ارتباط بالرحم، ما فيش مشيمه زي الثدييات. بتقترب للمياه الدافئه، ما تقدرش تحطها في الاماكن البرد. بتقترب بتدور على الشواطئ الاماكن الدافئه زي الشاطئ بتاعتنا، الاماكن بتاعتنا. وتحط الاجنه بتاعتها. حضرتك تصادفت ان مشيتي في المسيره بتاعتها في خط السير بتاعها وهي جعانه او عندها خطا في التعريف، هتهجم عليك، خصوصا لو انت عملت حركات بهلونيه او لابس حاجات معدنيه وهكذا يعني. طب يا دكتور، احنا بنسمع ان القرش بيقرب ما بيقربش من الشط، هل في خوف من الاخر يا دكتور على الناس اللي قاعده بتعوم قريب من الشط من اسماك القرش؟ لا لا، القروش ما بيجيش في الاماكن تجمعات الناس، بتخاف. اي كل الكائنات على فكره لما يكون في منطقه مأهوله بالسياح مش هتيجي عليها، لكن السائح ساب الناس وتحرك بعيد. ما هو لا يمكن القرش يجي يلاقي مثلا خمسه سبعه افراد واقفين في الميه ويجي في وسطهم. طب يا دكتور، دلوقتي ناس على السوشيال ميديا يعني عايشين في حالة من الخوف والرعب من الشواطئ، وطبعا حضرتك عارف موسم الصيف والناس كلها بتطلع تسافر وبيبقى البحر ده يعني حاجة مهمة جدا بالنسبة لكل العائلات. دلوقتي حضرتك تنصحهم بإيه؟ هل الناس المفروض تبقى أنها تبقى خايفة ولا لأ؟ أنا بقول، أنا عملت مقارنة عالمية أهوت، مش كلام من دماغي، أنا بقول إن إحنا أقل حالات هجوم، لأن إحنا ما عندناش كمية كبيرة من القروش، ده النوع ده أصلاً من الأنواع المهددة بالانقراض أصلاً. يعني محطوطة ضمن الريد ليست اللي هو ضمن المنظمة بتاعت حماية الحياة البرية والحياة البحرية من الانقراض. وبالتالي أنا ما عنديش خوف، أنا ما عنديش الأعداد اللي هي تخوف. لكن في خوف؟ لا. ليه؟ لأن أنا قارنا بين العالم كله، أنا سبع حالات. أنا بقارن نفسي بجنوب أفريقيا اللي هي جنبي أكثر من 260 حالة. مظبوط. فين الخوف؟ وده طبيعي يا الله. أنا بتعامل مع بحر زي ما قلت، بحر مفتوح. هلاقي كل الكائنات موجودة فيه. ما أنا ممكن ألاقي فيه أخطبوط، وألاقي فيه كائنات سامة، وألاقي كل ده موجود، وأنا دي البحر. كائن من ضمن الكائنات. أنا بس آخد حذري. ما اجيش زي ما انا قلت كده ثلاث حاجات ارجوكم، ما تلبسوش حاجات معدنيه، ما البس الوان معدنيه، وما احطش حاجات وما احطش اكل ليها. ما انا ممكن اكذبها. طب انا ارمي اكل في المكان فانا بكذب، هو بدور على الاكل. لكن في خوف؟ ما فيش خوف، ما حدش يخاف. انا بتكلم على مدار السياحه، احنا ما سمعناش اكثر من سبع حالات اللي حصلت كل سنه حاله. انا ربنا يعني بقدم التعازي للاهل المتوفي، مش طبعا بقلل من شان ولا حاجه، لكن انا بقول يا اخوانا ما تخافوش، السوشيال ميديا بتكبر اي موضوع، دي ترندات بيعملوا ترندات مش صحيح. صح. انا كون سبع حالات فعندي اتنين على 2000 كيلو متر شواطئ بحر احمر بحر المتوسط، موجود في البحر الاحمر وموجود في البحر المتوسط، يجي لي على مدار 10 15 سنه يجي لي سبع حالات، ده مش حاجه تخوف. انا اقل دوله في العالم وعندي سياحه كتيره. طب دكتور، حضرتك برضو شفت الانتقادات اللي حصلت على الناس اللي اصطادوا القرش وكمان قتلوه، ايه راي حضرتك؟ طيب انا لما اكون مورد رزقي كله من السياحه، انا كصياد او راجل بتاع السياحه، والاقي سمكه قرش دخلت كلت واحد والدنيا كلها مقلوبه والسياحه هتقف بسببه، المشكله هعمل ايه كصياد؟ ده انتقام طبيعي، يعني ده تصرف فردي بتاع واحد مغلول. يعني احنا
احنا عندنا في البحيرات زي بحيره ناصر. ايوه بس يعني يا دكتور معلش، هو اصلا ممنوع اصطياد القرش صح؟ ممنوع حتى لو هو هجم على شخص اخر مظبوط؟ في بحوث انا قريتها بتقول بعض انواع القروش لما بتاكل انسان او تهجم عليه وتاكل جزء منه بيجيلها حاله من الصرع. اوكي. ينصح بالصياده. لان بيصاب بحاله من الصرع. وبالتالي كل اللي انا اسيبه ممكن يكرر الحاله. دكتور عادل علي احمد نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بنشكرك جدا على المعلومات دي. وبكده تكون خلصت فقره سكوب.